السلام عليكم سيداتي سادتي، أهلا بكم في رحلة الحياة قرار. دائما في هذه الحياة نبحث عن الذات وأساليب رفع المقدورات الشخصية حتى نكون أشخاص فعالين في مجتمعنا. ولكن هل هذا الشيء يخضع المبدأ؟ لو هو يصير مفرد بدون استماع نقد أو تهذيب، والمعيار الوحيد بالقضية هو أنت، واللي لازم يكون منتصر دائماً هو رأيك وذاتك وإرادتك. الله سبحانه وتعالى وهب للإنسان العقل وخلال القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، فالعقل غالباً ما يكون هو المنتصر إذا تسلح صاحبه بسلاح الفكر والعلم. ورغم كل هذه الفردية اللي قد نعيشها، لكن الإنسان يبقى مخلوق اجتماعي يحاول أن يلقى له مكانه في قلوب الناس. فكيف ستصنع هذه الموازنة بين ذاتك والآخرين؟ هذه التساؤلات هي اللي راح تخليك تعتز برأيك بذاتك، فقط عندما تلقى لها الإجابات الموضوعية. فالسؤال يكون ذا أهمية إذا بحثنا له عن إجابة، ويبقى مجرد نظرية إذا لم يكن هنالك له تطبيق واعي للإجابات اللي تنزل بين أيدينا. كلنا نبحث عن الحب والاهتمام، لكن كم واحد من عندنا يعرف واجباته واستحقاقاته اللي على أساسها تثمن مجهوداته حتى يكون فرد مقبول في مجتمعه المتنوع في الصفات والمفاهيم والإدراكات والرغبات وحتى المشاعر. بالتأكيد أنت تبحث عن كلمات الشكر والامتنان على الأشياء اللي تنجزها من أعمال، أو الأشياء اللي تقدمها من مشاريع. حتى اجتهاداتك في المدرسة وأنت صغير كنت تبحث بيها عن التقييم العالي من قبل معلمك والرضا والقبول من قبل أسرتك. ولما بلغت مرحلة الشباب ودخلت هذا العالم بمشروعك الشخصي، كذلك كنت ترغب بأن تكون من ضمن الناجحين اللي يساهمون مساهمة فعالة في كتابة تطور مجتمعهم، لا سيما إذا كان المشروع اللي أسسته مشروع قائم على تغيير حالة ما أو النهوض بجانب من الجوانب الحياتية اللي تمسك أو تمس الآخرين من حولك. فهل حددت هدف لهذه الحياة؟ ولو حددت، من اللي لازم عليك أن تستمع له؟ لما تخلي أهداف نصب عينك، لازم تكون مدرك أنه مو كل من يبدي رأي حول أهدافك أو مشاريعك وإن تكللت هذه الأهداف والمشاريع بالنتائج الإيجابية أو السلبية هو رأي صائب، أو أنه صاحب هذا الرأي عندما بلغك بمشاعره أو رأيه تجاه اللي أنت عليه كان متوازن العواطف، أو أنه ما أبداه من رأي هو نابع عن فكرة عقلانية. إحنا نعيش في حياة متقلبة الظروف، وحسب تلك الظروف تلقى أفكارنا وعواطفنا تمشي حسب هذه الظروف. فلا تخلي كل شيء يقال عنك مؤثر سلبي في توجهاتك ومخططاتك المستقبلية. زين، هنا يمكن تقول شلون لازم أكون، مبالي أو غير مبالي؟ عدم المبالاة للأشياء اللي تقال عنك يحتاج إلى تقويم لذاتك من خلال معرفة أسرارها وتوجهاتها وأفكارها، حتى تقدر أن تجمع الثقة الكافية للدفاع عنها. إذن أنت بحاجة ماسة لزيادة مهاراتك وتطوير مواهبك، لأن الشعور بالاطمئنان للأشياء اللي تسويها ما رح يأتي من فراغ، بل يحتاج إلى عمل دؤوب على نفسك حتى تخلي كل من أبدأ بيك رأي سلبي في يوم من الأيام ينظر لك بالاحترام والتقدير. إذن كن مستمعا جيدا، لأن الاستماع للآخرين وتطبيق كل اللي يقولوه على ذاتك أمر يدعو للقلق حيال مستقبلك، لأن هذا ممكن يؤدي إلى أن تتراجع أنت عن خطوات، عن قرارات قد تكون صائبة وصحيحة، بس لأن تركت ذاتك تستسلم لحديث الناس. لذا لازم تؤمن أنه أنت الوحيد اللي تعرف نفسك وتعرف قدراتك، والآخرين مو أكثر من عابرين سبيل يمرون وما يشوفون منك إلا مظهرك الخارجي.
وبعضهم ممكن يكون من أولئك الناس اللي يحكمون على الناس من الوهلة الأولى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. إذن ارجع لعقلك واختر قرارك بأن رأيك هو الوحيد اللي يهم بذاتك قبل كل شيء. إذن من الشخص اللي نختاره حتى نتشاطر ويا هواجسنا؟ ببساطة لازم نختار الحقيقيين القادرين على جعلنا نشوف كل شيء بوضوح. فاللي نشاطر الرأي لازم نكون مدركين وعلى معرفة تامة أنه كل شيء يقوله يصب بصالحنا وليس بهدف التضليل أو تثبيط همتنا اللي نحرص فيها على تحقيق إنجاز يليق بينا. إذن أنت غير ملزم للاستماع لجميع الآراء، وهذا لأسباب كثيرة. أهمها أولاً، ليس كل من ينتقد يملك شيئاً يؤهله لأن يكون ناقداً لك. ثانياً، إذا اتبعت جميع الآراء اللي تسمعها فرح تصبح ومن دون شعور وبمرور الوقت مثل ما يريدوك مو مثل ما تريد أنت تكون. فهل تقبل أن تكون دمية بيد الغرباء؟ ثالثاً، كثير منهم يمتلك عادة سلبية، فإذا تقبلت كل آرائهم بالبداية فرويداً رويداً ستتقبل أفعالهم وتبدأ التصرف على نحو تلك الأفعال. رابعاً، أنت الوحيد الذي يعرف ما الأفضل له وهم لا يعرفون ذلك. لكل واحد منا رغباته وتوجهاته الخاصة. خامساً، بعض اللي تستمع إليه قد يتحلى بالأنانية، وهذا يعتبر عدو خفي يخليك تعيش حياة قاصرة مليئة بالإرهاق والصعوبات. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: علامة الناصح أربعة: يقضي بالحق، ويعطي الحق من نفسه، ويرضى للناس ما يرضاه لنفسه، ولا يعتدي على أحد. تقول عالمة النفس التنموي مونيكا مينديز: إذا اكتشفت أنك تهتم للآراء ما عليك إلا أن تتوقف عن ذلك وتعيد النظر بالأمر وتفكر بطريقة ما يهم وما لا يهم. في الحقيقة هذا الشيء ما ممكن يكون إلا باتخاذك الخطوات التالية واللي راح تخليك حريص أن تقرر إنه رأيك هو الأهم بذاتك دونا عن جميع الآراء اللي استمعت لها، وهذا ما يكون إلا من خلال معرفة أنه الأكثر أهمية هو معرفة اللي تريده ووضع الخطط الملائمة لهذا الشيء والشروع بتنفيذ ما خططت له من أهداف. شيء آخر، أن الأكثر أهمية معرفة من له تأثير مباشر على حياتك وهي أسرتك بشكل خاص، لأن هم اللي يحبوك ويريدون أن يروك الأفضل. الأصدقاء وزملاء العمل إلهم تأثير في حياتك لكن ليس بقدر الأسرة. أيضاً أن رأي المعارف لا ينبغي أن يجد التأثير الكبير في أعماقك. وأما اللي لازم ما يهمك أبداً هو رأي اللي تقابلهم في الشارع أو في مقابلة عابرة، لأن هذولة ما يعرفون عنك شيء. لذلك لازم ما يكون إلهم أي تأثير على رأيك حول ذاتك. كل اللي تقدم كان واضح وجلي في وصية لأمير المؤمنين عليه السلام لابنه الإمام الحسني عليه السلام، يقول: فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، تكون قد كفيت مؤونة الطلب وعوفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. بالنهاية لازم ما تحمل ذاتك عبء ثقيل يمنعك من عيش حياتك بالطريقة اللي أنت تريدها واللي تلبي رغباتك وطموحك، بسبب أنه أوكلت نفسك للآخرين وتقبلت آرائهم على أنهم يعرفوك حق المعرفة أو أنهم يعرفون الأشياء اللي لازم أنت تكون عليها في المستقبل أكثر من نفسك. لا تنسى رأيك وتخلى عن آراء الآخرين وأفكارهم من حولك وتعامل وياها على المبدأ اللي قلناه: اللي يهم
وما لا يهم، حتى تعرف منو أنت وتملك الحرية اللي تخليك تتنفس وكأنها المرة الأولى.